اهلا بيكم في قناه الزراعه في مصر. ما تنسوش يا جماعه تعملوا لايك للفيديو، ولو في اي متابع جديد اول مره يشوفنا ما ينساش يشترك في القناه بالضغط على كلمه اشتراك باللون الاحمر اسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. النهارده موسم الحصاد زي ما انتم عارفين، ومع عم ابراهيم هيقول لنا بس شويه معلومات عن الجرار الاول، وبعدين هنصور الناس اللي هي بتضرب زي ما انتم شايفين. ازي الحال عم ابراهيم؟ الله يخليك. كلمنا شويه، ادينا شويه معلومات عن الجرار، قول لنا نوعه ايه انا ما ان شاء الله كده جرار روماني موديل 79. موديل 79 تمام. بيشتغل يعني في موسم الحصاد كده، لو الجو حلو وهادي ممكن نرفع الكبوت شويه عشان التهويه. تمام. لو الجو طراوه شويه كده بنرفع، بنسيب الكبوت مكبوت. يعني عادي مفيش اي مشكله. الجو حر بنرفع الكبوت عشان الحراره. تمام. طيب معدل الجرار في الساعه ممكن يكون له صفيح الجهاز في 4 ساعات او 4 ساعات ونص دريس. تمام. ممكن تقل وتزيد على حسب نوع الجش. اذا كان مثلا الجش يغضب شويه او الجش طايب. تمام. والكلام كله على اللي بيلاقي بالدراسة. تمام. اللي هو شغال فوق الدراسة. تحس الجرار معاه. تمام. لو ادى نسبة دخانة معنى كده ان الجش محمل معاه. صح. لازم يهدى شوية. لو هو لقى الجرار واكل معاه فبيديها عادي. مفيش مشكلة. طيب الفدان بيتراوح يعني بياخد كام ساعة من بين كام لكام يعني؟ برضه زي ما قلنا على حسب الجش، ممكن ما بين 4 و5 ساعات. الجش طيب 4 ساعات، لو الجش مش طيب قوي ممكن ياخد له 5 ساعات 5 ساعات ونص. طيب ساعة الدريس بكام للجرار يا عم ابراهيم؟ ساعة الدريس معنا في الجرار السنة دي لما العملية كلها يعني الدنيا كلها رفعت في الأسعار غالية. تمام. ب 180. ب 180. 180. طيب هو كله شغال بالساعة ولا في ناس بتشتغل بالفدان؟ في ناس بتاخد الساعة بمجولات، فدان مجولات. تمام. بكام الفدان؟ بالجرار. ممكن يعدي 35 جنيه. تمام. للجرار الواحد يعني الفدان ممكن يعمل له 900 جنيه. 900 جنيه دريس لو هياخده مجولة. لو هياخده مجولة. تمام. شكرا لك يا عم ابراهيم. يا جماعة ده موسم الحصاد وده الدريس. تمام. ودي العمال اللي شغالين زي ما انتم شايفين، هو الهواء قالب شويه. طيب هنتكلم شويه عن موسم الحصاد وعن الدريس وعن الزراعه عامه في مصر، وانتظرونا ان شاء الله في فيديوهات زراعه الفول الصويا. طيب الحاج ابراهيم زي ما انتم شايفين هو اللي بيلجم الدراسه. انتاج الفدان عندنا هنا يتراوح ما بين 20 إلى 21 أردب، وزن الأردب زي ما انتم عارفين من 150 كيلو. فما نشوف ان شاء الله الأسعار هنعرضها لكم بإذن الله. ده السير زي ما انتم شايفين، والغلة والتب، ومعاكم الحاج فراج. نورك. احنا قلنا نصورها لكم من فوق كده علشان تشوفوا. هما خلاص يعني الجماعة قربوا خلصوا، دي مساحة الأرض، مساحتها من هنا إلى هنا. ارمي يا إبراهيم. كنت طيب يا عم صفا. كل سنة وانتم طيبين يا حضرات، بمناسبة عيد الفطر المبارك، بمناسبة موسم الحصاد. انتظروا كل جديد ان شاء الله. أنا سعيد عليك يا معلم. احنا حبينا نصور من فوق كده علشان تشوفوا كل حاجة. والهواء قالب بس هتبني، فالوضع الهواء مش مستقر زي ما انتم شايفين.
ده الانتاج، دي الغله اللي انتم شايفينها. دول 18 جراد، دول يعني في الدان الا 4 جرات. الغله زي ما انتم شايفين اهي، هاي ماشي. الله يبارك له عم رأب.